السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله، ولا تنسى أن تفعل الجرس. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاك فادي البلتاني. النهارده ان شاء الله ده الفيديو اللي بعد الفيديو بتاع الفنكوش. طبعا الفيديو ده ان شاء الله فيه معلومات جديده جدا. احنا واخدين ميه من الاحواض والحوض والحوض اللي جوه عشان نقيس نسب الملوحه ونسبه البي اتش، لان حصل تغيرات هنتكلم دلوقتي فيها دلوقتي. فعشان نعرف ايه المشاكل اللي حصلت في الاحواض بسبب الملوحه والبي اتش. طبعا احنا نزلنا الفيديو اللي فات بتاع الفنكوش بتاع 2021. طبعا انا خدت شويه شتايم حلوين قوي 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 من اصحاب المصلحه، من اللي قلبك يحبها. بس طبعا انا برضو كل الكلام ده ما يفرقش معايا، يشتموا زي ما هم عايزين، كله عند ربنا. وانا كل ما هيشتموا انا هزيد في الفيديوهات عشان يشتموا اكتر، واخد انا حسنات وهم ياخدوا سيئات، بجمله ان هم كمان انهم يسرقوا الناس ياخدوا سيئات. انا مش هيفرق معايا الكلام ده كله، انا اهم حاجه اوصل المعلومه صح للناس. مش فارق قلنا معايا ولا بيع زريعه ولا بيع ازوله ولا الكلام الفارغ ده كله. بالنسبه لل اول حاجه برضو معلومه تانية، احنا طبعا هم قعدوا كلموا واقفين شتموني وكلموني وبعتوا لي رسائل، واحنا لا اللي عندنا دي زريعه جديده واحنا جايبينها وجايبينها مرتب. طب انتوا جايبينها منين؟ طبعا لا، اصل دي معلومات واسرار شغل، هم طبعا مش عايزين يقولوا طبعا جايبينها منين. طبعا معروف ان السوريه الاولانيه ديت اللي هي كانت جايه من الهند، اللي هم اللي جايبينها جايه ديت هم جايبينها من مكان خارق. تمام. فاحنا طبعا احنا قلنا قبل كده ان انا خدت زريعه وزرعته عندي عشان خاطر اشوف اذا كان في فرق ولا ما فيش فرق. وقلنا طبعا في الفيديو اللي فات ان ما فيش فروقات ولا اي حاجه، بس طبعا هم قاعدين يحلفوا بايمانات الله ان هم دي زريعه جديده ودي سلاله جديده وبتدي انتاج زياده. فانا طبعا عشان خاطر حلفانهم، زي ما سيدنا عمر كان قبل كده كان واحد حلف قصاده وقال له صدقت بحلفان الله وكذبت عيني واذني. فهم عشان حلفانهم هم بيقولوا انها بتجيب الضعف. طب خلاص يا سيدي، مش هي بتجيب الضعف؟ يعني انا كده بكسب الضعف. طب انا عشان خاطر انا بكسب الضعف انا هعمل خصم على الازله عشان انا بقيت بكسب الضعف. مش انتوا بتحلفوا وبتقولوا ان الازله دي بتدي الضعف الانتاج؟ طب خلاص طالما بتديني الضعف يعني الزراعه بتبقى كتير عندي. انا هنزل ان شاء الله على جرادل الازله اجهزه قياس ملوحه هديه واجهزه قياس بي اتش هديه على العملاء اللي بتاخد من عندنا جرادل. تمام. طالما الزريعه كتيره وزي ما انتم شايفين كده مقطعه الدنيا وخربة الدنيا وباخد انا من سطح اطنانها، انا بقيت بلم اطنان، فعشان كده هعمل عرض على الزريعه عندي، هنزل عليها اجهزه ملوحه واجهزه بي اتش هديه، وانتوا بقى بيعوا بقى كيلو ب 500 جنيه زي ما انتم بتبيعوه، ربنا يسهل لكم. دي كانت اول نقطه. بالنسبه للنقطه بقى الثانيه، خش بقى في موضوع الحلقه بتاعتنا النهارده. احنا هيظهر عندنا في الفتره اللي فاتت في احواض بدا يظهر فيها النبته بيبقى حجمها صغير ومش عايزه تكبر. بنحط تغذيه عاليه جدا وبنزود نسب التغذيه وبنحط ال ان بي كي وبنحط وجبنا اليوميك وجبنا حاجات كتير للنبات الخضري والجزري والكلام ده، ونحط سوبر فوسفات ونزود التسميد اللي هو بتاع الحمام. النبته في عندي احواض مش عايزه تكبر نهائي، الاحواض مش نبته حجمها صغير ومش عايزه تكبر. فطبعا انا تواصلت مع الناس المتخصصين في الزراعه المائيه، عايز اعرف ايه المشكله، ايه المتطلبات اللي نحطها احتمال، عشان قلت عشان البرد والجو ساقع وكده. فقالوا لي لا برضو ما ياثرش التاثير الجامد ده، ده اكيد في عندك مشكله في الملوحه والبي اتش. طبعا المفروض الناس الخبراء والعلماء
الناس اصحاب العلم المفروض الكلام ده كان هم بيتوصلوا له وينشروا ويعلمونا فيه، لكن طبعا ما حدش بيعلم حد حاجه لله ولا وجه الله. فاحنا الحمد لله بنتعلم وننشر لكم لوجه الله، مش عايزين اي حاجه من اي حد. احنا طبعا في حضينا ان شاء الله هنزل لكم في الفيديو القادم التصويرات، احنا دلوقتي بنصور ونشوف اللي بيحصل والتطورات اللي بتحصل عشان يبقى الفيديو مفهوم. فاحنا خدنا عينات ميه من الفيديوهات اللي من الحوض اللي عندنا، جينا نبص لقينا الملوحه دخلت في 2000 وزادت، في حوض زادت على 2000. فطبعا الملوحه ديت لما بتزيد اكتشفت طبعا، انا كان سمعت فيديوهات من ناس قبل كده ان بيزرعوا بملوحه 3000 و4000. طبعا طلع الكلام ده يعني ما ينفعش نهائي وما يديش انتاج نهائي، وتصرف عليه دم قلبك تغذيه واملاح وحاجات لتكسير الملوحه والكلام ده كله، يبقى انت النهارده مش هتكسب من ورا الحوض حاجه، واللي هيطلع منه هيبقى مكلف اكتر من ثمنه. الكلام ده يطلع كلام فارغ وما ينفعش. دي ده فنكوش جديد من الناس اللي بتقول انها كانت بتزرع على ملوحه 3000 و4000. الكلام ده ممكن انتوا حضراتكم تخشوا على القنوات بتاعت القنوات الزراعيه والكلام ده تتاكدوا منه، انا ما بجيبش كلام من عندي. الملوحه لما بتزيد يا جماعه، كل ما بتزيد في الحوض بتعمل بلورات كالسيه على الجذور وتمنع النبات من امتصاص الغذاء، يعني زي ما تقول كده بتسد المجرى بتاع الجذور اللي بيمتص منه الغذاء من الميه. الاملاح دي بتعمل بلورات كالسيه وتسد اماكن الامتصاص التغذيه، بتخلي النبات ما بيعرفش يمتص التغذيه. مهما انت حاطط التغذيه في الحوض والنبات مش عارف يمتصها، لان الاملاح يعتبر زي ما تقول سدت بالبلدي كده، سدت الجذور. طبعا دي اسمها حاجات علميه، انا راجل مش علمي في الكلام ده، انا بكلمكم بالبلدي. زمان اللي هو الدكتور فهمني اللي انا تواصلت معاه قال لي ان الاملاح كل ما بتزيد بتسد المسام بتاعه الجذور، بتمنع امتصاص التغذيه. والبي اتش كل ما الميه بتكون قلويه زياده، يعني الميه بتبقى المفروض يا حمضيه يا قلويه يا معتدله، المعتدله اللي هي تقريبا بتبقى في حدود 7، تمام؟ فقلت عن كده ماشي، لكن 7 في زياده بيبقى مش حلو النباتات، وفي نباتات بتعوز اقل من 7. فاحنا اللي بنتكلم المفروض احنا نبقى 6.5 6 6.5 عشان خاطر القلويه تبقى معانا منخفضه والحمضيه تبقى عاليه، فعشان خاطر المشكله بتاعه البي اتش تنتهي، لان برضه بيأثر على نمو النبات، تمام؟ فطبعا احنا سحبنا عينات من الاحواض ودلوقتي اللي هنعمل النهارده، الفيديو النهارده هيبقى طويل شويه، اللي عايز يفهم، اللي مش عايز يفهم وبيقول ان احنا بنطول ما يقفل وما يكملش. هننزل دلوقتي هنكمل دلوقتي عشان هنقيس بالاجهزه ونشوف البي اتش اخباره ايه، وهنشوف الملوحه اخبارها ايه، عشان نشوف وهنحل المشاكل دي ازاي وهيبقى حلها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل الفيديو بتاعه المشكله بتاعه الملوحه. طبعا الفيديو ده هنتكلم فيه عن الملوحه عشان ما يبقاش الفيديو طويل قوي، وان شاء الله هنعمل فيديو تاني لموضوع البي اتش لان موضوع كبير شويه، ولازم الجهاز الاول هنعرفكم بيتعاير ازاي، وبعد كده هنقيس ازاي عشان ما تقعدش تدوخ وتلف وتدور في الفيديوهات كلها. فاحنا هنبدا البي اتش في الفيديو الجاي من الاول، من ظبط الجهاز لغايه ما تعرف تقيس بيه، تمام؟ احنا طبعا احنا هو ده هنا جهاز الملوحه، تمام؟ ده الجهاز بتاع الملوحه، هنقيس فيه ملوحه الميه. دي ميه حنفيه زي ما هو واضح كده انها ميه نظيفه، ودي برضو ميه حنفيه، ودي ميه حوض، الحوض اللي هو الصغير اللي جوه، وده ميه الحوض الكبير اللي بره، تمام؟ جهاز الملوحه سهل جدا خالص في البي اتش خالص، هو فيه 3 زراير، تمام؟ في واحد بيقيس الحراره، واحد اللي تحت ده بيفتح ويقفل الجهاز، اللي في النص اللي في النص بيقيس الحراره، اللي فوق بيوقف يثبت الرقم عشان اذا كنت عايز تشوفه، يعني لو مثلا في الكوبايه مش شايفه وعايز تدوس تثبته وبعدين تطلع تبص عليه، تمام؟ فاللي هندوس دلوقتي على الجهاز من تحت بيجيب اصفار. طبعا هو طبعا الفيديو طبعا كده مش هيبقى واضح قوي، يعني هو كده اهو، هنقرب اهو، الجهاز جاب اصفار، تمام؟
هنغسل الاول الجهاز في ميه عاديه تمام عشان لو عليه اي حاجه املاح ولا اي حاجه تتشال. بعد كده بنحطه في الميه دي ميه الحنفيه تمام. هنثبت الرقم، ثبتنا الرقم، الرقم 267 الملوحه بتاع تمام كده. الرقم زي ما احنا شايفين 267 دي ميه الحنفيه تمام. فالميه الحنفيه كده بنتكلم في 267، يعني انت الميه عندك لو حطيت ميه في الحوض تمام والنبات امتص الميه او اتبخرت وبعد كده حطيت ميه تاني وتالت ورابع وخامس وعاشر، يعني معنى كده ان مثلا خلال خمس ست مرات هتلاقي الملوحه عندك عدت الالف تمام. لان يعني قلنا النبات ما بيحتاجش ملوحه، يعني حاجات لا تسكر، يعني حاجات ما فيش لا تسكر. فتيجي تبص تلاقي كل ما انت بتحط ميه كده نسبه الملوحه معاك بتزيد تمام. غير ان السماد اللي انت بتحطه اذا كان البلد بتاع حمام او بتاع حيوانات برضه في نسبه ملوحه فبيعلي لك الملوحه في الحوض، فبرضه بيعلي لك المشكله، بيعمل لك المشكله. يعني انت ما تقولش ان انا شغال بميه حنفيه 267 يبقى انا كده خلاص الملوحه عندي في الحوض قليله. لا كده لا طبعا الكلام ده مش مظبوط، لان كده كل انت ما بتزود ميه في الحوض كل ما الميه ما بتنقص، النبات بيمتص وبيتبخر ميه. طبعا الميه ما بتتبخر بتبخر الميه بتبقى مقطره ما بياخدش ملوحه، الملوحه بتستنى عندك في الحوض. فانت كده لما تحط ميه اربع خمس مرات تلاقي نفسك دخلت في الالف، هتلاقي نفسك دخلت في الالف فيحصل معاك مشكله. الملوحه عندنا الاول كانت في الميه، كانت زمان انا قستها مره زمان كنا بنتكلم في 140 150 فكان ما بيظهرش معانا المشكله ديت، يعني لسه كده ما احنا ما قسناش البي اتش كده ما كانش بيظهر معانا المشكله دي، ما كانش اللي هو صغر النبات دي ما كانش بتظهر معانا قوي. لكن جينا بص في الفتره اللي فاتت جينا بص لقينا النبات بنحط تغذيه عاليه جدا ومش جايب معانا نتيجه وبنصرف تغذيه عاليه جدا غير الاول خالص تمام. فايه قسنا بقى لما نقسنا الميه بالنسبه للملوحه والبي اتش لما ايه باش مكلمنا واحد متخصص في الزراعه المائيه فقال لك لا قيس الملوحه والبي اتش كده انت اكيد عندك في مشكله فيهم. فطبعا كده باين في الميه الحنفيه ان الملوحه عاليه جدا 167 عاليه جدا. فاحنا كده هنقيس الملوحه ده بتاع الحوض الصغير اللي جوه اللي هو كان حصل عندنا فيه مشكله وزودنا فيه نسبه ميه، فطبعا اكيد الملوحه هتكون نقصت شويه. احنا كنا قسناها قبل كده كانت معديه الالف، فاحنا غيرنا حوالي يمكن حوالي 50% من الميه منها. فطبعا هنشوف الملوحه دلوقتي تقريبا كام. الملوحه 603، ده احنا كده بعد ما غيرنا ميه، يعني بعد ما حوالي غيرنا 50% ميه بنتكلم في 603. ثبتنا الرقم، ستمية وتلاتة زي ما انتم شايفين كده اهو، ده كده غيرنا نص مية الحوض تمام. وستمية وتلاتة طبعا بالنسبة للأزولا انت كده بدأت، يعني لو ستمية وتلاتة انت كده بدأت تخش في الخطر. يعني سيبك بقى من يقول لك بيتحمل 3000 بي ام و 4000 بي ام، الكلام ده احنا شايفين احنا في 1000 وغرقانين، يعني احنا وصلنا ل 1000 و 1200 وغرقانين تمام. فهنكمل كده معانا الفيديو. احنا كده قلنا احنا وصلنا ل 600 و ده كده بعد ما غيرنا نسبه ميه وكده عندنا مشاكل. معلش انا بس جبت النضاره عشان ارقام صغيره عشان اعرف اشوف. طبعا هنغسل هنا الحوض، لازم نغسل عشان خاطر لو عليه املاح ما يقسلكش غلط. ده بتاع الحوض الكبير اللي هو يعتبر يعني نباته كويس، نباته يعتبر معقول، يعني نباته معقول كويس ما فيهوش مشاكل. اللي هو بتاع الحوض اللي معانا اللي بره اللي يعتبر ما فيهوش مشاكل.
499 بي بي ام. معنى كده ده الحوض ده ما غيرناش ميه ولا غيرنا ميه ولا عملنا اي حاجه خالص، يعني ما جيناش جنبه خالص. تمام، هو النبات بتاعه يعني معقول كويس، انتاجه كويس، العائد الطبيعي بس بنتكلم في 499، يعني بنتكلم في 500 منوحه 500. تمام، بنتكلم في منوحه 500 عشان كده كويس. لكن هنا احنا عدينا 600 هنا وكان عندنا معدي ال1000، الحوض ده كان معدي ال1000، فطبعا كان حصل مشاكل في الملوحه. فيبقى كده نبات الازولا اساسا مش عايز ملوحه اقل من ال1000. يعني كان احنا بنتكلم عشان هنا كويس، يعني بنتكلم في 500، انت عايزك تمشي في ملوحه في حدود ال 500 700. تمام، لكن هنا احنا كنا بنتكلم في 1000. تمام، وكان عندنا مشاكل 1000 1100 او 1100 وكسور، فكان في مشاكل ونزلنا ل 600 اهو زي ما احنا شايفين. و إيه عشان بنحاول نظبط المشكله. تمام، يبقى كده المنوحه معانا الناس اللي بتتكلم في 3000 و4000 يثبتوا كلامهم ان الكلام ده ينفع، ويثبتوا ان هو جمع مثلا النهارده تمام بفيديو مباشر. تمام، يبقى انا جمع النهارده ويوم ولا اثنين ولا ثلاثه في الشتاء ويجمع من الحوض تاني ويكون فيه ملوحه 3000 و4000. طبعا الكلام ده هيبقى استحاله، الكلام ده هيبقى استحاله. يعني الكلام ده بقى اللي عايز يثبت ان هو بيقدر يزرع ب 3000 و4000 يطلع فيديو لايف مباشر. تمام، وهو بيجني الحوض وبعد 3 ايام يفرجنا هيجني من الحوض ازاي بعد 3 ايام، لان الحوض طبعا لازم يسيبه فتره كبيره اسبوع اتنين ولا حاجه عشان يعرف يجني منه تاني، لان الملوحه عاليه وبتقلل امتصاص التغذيه، فالنبات هياخد وقت كبير جدا عقبال ما يستعيد ويملى الحوض. تمام، فاحنا كده اتكلمنا عن النهارده عن الملوحه، يعني النهارده احنا اتكلمنا عن الملوحه. انت خلي دايما الحوض عندك ملوحتك اقل من ال 600، خليك في حدود ال 500، انت كده مظبوط. 500 700 يعني انت كده يعتبر مظبوط، لكن ما تخليش الملوحه تزيد عن كده، بيفضل يحدث النباتات ما بتحبش الملوحه الزياده. يعني ال 1000 بالنسبه للازولا سيء جدا، سيء جدا. تمام، في مشاكل وسيء جدا، انت خليك تحت ال 600 الافضل، خليك تحت ال 600. طبعا احنا دلوقتي لو حصل عندنا في ملوحه في الحوض هنعمل ايه؟ عايزين نتخلص منها، هنعمل ايه؟ هننزل الميه بتاعت الحوض نفضيها، حسب بقى اذا كان عندك الملوحه نسبتها بسيطه نفضي نصها ربعها كلها حسب مشكله الملوحه عندك ونسبتها عندك، وحسب طبعا الملوحه اللي هتوصل لك. يعني في ناس احنا قسنا عندهم وفي ناس قاسوا وبيعلموني ان الملوحه عندهم في الحنفيه 340. طبعا 340 يعني تملى مرتين ثلاثه انت دخلت في 1000. تمام، فانت بقى لازم يكون طبعا لازم عندك جهاز زي ده اهو. الجهاز ده زي رخيص جدا مش غالي، الجهاز ده بيعمل 100 جنيه. تمام، اللي هو الانواع الكويسه المحترمه، يعني كويسه المعقوله بيعمل 100 جنيه. طبعا في حاجات اعلى من كده زي حاجات زي كده، ده جهاز اللي هو بي اتش هنتكلم عليه المره الجايه. في جهاز زي ده بس ده غالي جدا، الملوحه بتاعته بيعمل حوالي 700 جنيه نفس الجهاز ده. فاحنا بنتكلم في الحاجات اللي هي هتبقى في متناول الايد وتقيس معانا، ولو باظ ولا كده مش هنزعل عليه، ده 100 جنيه بدل ما نجيب واحد ب 700 جنيه وباظ مننا يتبهدل مننا، فطبعا هنزعل عليه. فده متوفر عندنا، او لو انت عايز تدور عليه عندك في بلدك، اذا كنت مثلا في شركات اللي هي بتاعت الكيماويات وشركات بتوع الزراعه والكلام ده ممكن تلاقيه موجود، بيبيعوه تقريبا في محلات الزراعه في حدود 125 150 جنيه حسب المحلات يعني. وفي انواع بقى تبقى رديئه سيئه جدا بتلاقيها ب 75 جنيه و90 جنيه، فانت خليك في الوسط يعني، ولا نخلينا في الرخيص قوي ولا نخلينا في الغالي جدا، خليك في المتوسط ابو 100 جنيه ده اللي هو زي ده، اللي هتلاقيه في بره في حدود من 100 ل 125 جنيه. تمام، فيها هتجيب طبعا جهاز زي ده، ودايما تتابع الملوحه لما تحس ان في عندك مشكله هتتابع الملوحه. تمام، وتشوف المشكله عندك هنحلها طبعا بتغيير الميه، دي ملهاش حل حاليا غير تغيير الميه، لان سالت عن حاجات كيماويه وحاجات زي كده اهوت، فهتبقى صعبه. انت وفي ناس بيقولوا بيحطوا جير، بس الكلام ده للملوحه في الاراضي الزراعيه، بيحطوا اللي هو الجير الزراعي بينقص الملوحه وبيعمل تسريب للملوحه في الارض. فانا لسه ده هنختبر موضوع الجير ده، هنشوفه هنختبره هل هينفع معانا
طب لما يعني هو في الزراعة العادية انت بتحط الجيل الزراعي وبتسقي فبيسرب، بيفتح مثلا الارض فبيسرب الملوحة في المصارف، في ايه، في الارض وفي المصارف، في الارض والمصارف. لكن لو احنا حطيناه في الميه هيصرفها هيوديها فين؟ فهل يعني هل لو احنا حطيناه وغيرنا يعني مثلا بيكسر جزيئات الاملاح او بيسحبها وغيرنا الميه هيبقى مفيد لينا ولا ايه؟ فدي هنعملها ان شاء الله تجارب جايه ان شاء الله. انا سايب عندي حوض اللي هو فيه ملوحه في حدود داخل في 900,000، انا ما جيتش جنبه لغايه ما احل المشكله بتاعت الحوضين التانيين. ان شاء الله هنزل الفيديوهات بتاعتهم وهنبدا في الحوض التالت دوت اللي انا سايبه ده بموضوع الجير الزراعي، هنشوف ايه اللي هيقدر يعمل لنا ايه. تمام، وان شاء الله تابعونا في الفيديو الجاي بتاع الجهاز البي اتش ومقاييس البي اتش. هنبدا بالفيديو من اوله ازاي تظبط الجهاز وازاي تعايره وازاي نقيسه، ونشوف بقى مشكله محلل البي اتش ايه المشكله بتاعتها، ايه مش ايه البي اتش لو علا عن 6.5 بيبقى عندنا فيه مشاكل برضه، نفس المشاكل بتاعت الملوحه برضه ومشاكل النبات وامتصاص الغذاء. فازاي هنظبط الجهاز وازاي هنقيس وازاي هنحلها؟ دي سهله من غير تغيير ميه، موضوع البي اتش ليه حلول من غير تغيير الميه. تمام، فتابعونا ان شاء الله في الفيديو الجاي. كان معاكم فادي البلتاجي، معلش طولنا عليكم النهارده بس المعلومه ان شاء الله مفيده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.